الأول في الدقيقة السادسة استطاع فريق زيسكو أن يقتنص هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق تشاما وسط حراسة دفاعية سيئة تماما من لاعبي النادي الأهلي، واستطاع الأهلي التعادل في الدقيقة الثلاثين عن طريق رامي ربيعة من ضربة ثابتة من تمرير علي معلول المتألق في الكرات العرضية. وفي الدقيقة 35 في الشوط الأول جيسي وير يضع الهدف الثاني لفريق زيسكو الزامبي بخطأ أيضا دفاعي من التمركز من الدفاع السيء للنادي الأهلي. والأهلي يضغط طوال الشوط الثاني لكن ضغط سلبي، وعندما جاءت الدقيقة 85 استطاع عماد متعب أن يحرز هدف التعادل للنادي الأهلي لتصبح النتيجة النهائية.